السلام الله عليكم. نشرة الواحدة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل بالعناوين: أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن وسط إجراءات تنظيمية وصحية استثنائية. والوزير الأول يعطي إشارة الانطلاق من عنابة ويؤكد أن الدولة وفرت كل الشروط لإنجاح الامتحانات. الوزير الأول يثمن جهود عمال مركب الحجار بعنابة ويؤكد ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والإطارات، ويدعو إلى التوجه نحو صناعة السيارات والصناعة التحويلية خلال زيارته إلى المركب. وفي المشهد الثقافي: الفن التشكيلي وعالم المكفوفين وجه آخر للإبداع الفني المتميز. تفاصيل الواحدة، أهلا بكم. شرع اليوم أزيد من 637 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 عبر كل ولايات الوطن. هذا وأعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد من عنابة إشارة انطلاق الامتحانات، مؤكدا أنها تجري هذه السنة في حالة وبائية خاصة ولا بد من توعية الأولياء والتلاميذ، مضيفا أنه متفائل بأن العملية تجري في ظروف تنظيمية محكمة. حسن مططلة والتفاصيل. من متوسطة الشهيد شيب العربي، أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا والتي تجري كما قال في ظروف صحية خاصة في ظل جائحة كورونا، مبرزا الإمكانيات التي وفرتها الدولة لهذا الموعد الوطني الهام. نظن بلي الظروف راكم تعرفوا تاع الوباء، ولكن الحمد لله أنا شفت بلي أخذوا كل الاحتياطات باش حماية الصحة نتاعكم، وأنا جيت يعني قصدت عنابة وإن شاء الله الأمور تفوت يعني بأحسن الظروف. من ناحية النفسية ما تقلقوش، الامتحان هذا تاع البكالوريا و 50% من ناحية المعنوية، ها تكون عندكم كثير من المعلومات بصح كواحد واحد معنويا متقلق نو فو با، خاصة أنا جيتكم اليوم لازم تكونوا مطمئنين. ها ان شاء الله بربي ان شاء الله تنجحوا. هو قال لك يوم الامتحان يكرم المرء ما نكملهاش، ستكرمون ان شاء الله. ها وتنجحوا، والتجربه هذه تتذكروا كي تكبروا تقولوا في عام الكورونا فوتنا الباك. ها اذا بالتوفيق ان شاء الله، والاساتذة هم لهنا يعملوا بارك الله فيكم. فك تعرفي باللي كاين حالة خاصة في هذا الوباء هذا نتاع كورونا، ونظن باللي يعني وفرتوا الشروط بارك الله فيكم. من ناحية البيداغوجية انا متأكد باللي عندكم تجربة في هذا المجال، لكن من ناحية صحية الحمد لله يعني الدولة وفرت كل ما لازم عليها من واجب باش تحمي صحة، لكن لازم توعية ثانية، لازم نتكلموا مع التلاميذ ونظن واعيين، الأولياء واعيين والتلاميذ واعيين، وإن شاء الله ستتم في ظروف حسنة وتفوت البكالوريا وإن شاء الله ينجحوا اللي يعملوا إن شاء الله. لا يعني أنا متفائل يعني في الحقيقة، لأنه عملية وطنية كبيرة، ويعني احنا تابعنا بكل المراحل، وحتى السيد رئيس الجمهورية كان يتبع هذه العملية منذ البداية، وسيد وزير التربية كذلك، وعائلة التربية بارك الله فيهم من أساتذة ومن أعوان ومن إن شاء الله تمر بخير إن شاء الله. أنا متفائل جدا، ومجيء إلى عنابة هو كذلك اخترنا عنابة لأن عنابة لها تقاليد ولها مجال في المجال التربوي في المجال العلمي، والانطلاقة هذه هي انطلاقة وطنية إن شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيكم. من جهته وزير التربية الوطنية محمد أجعوط أكد على المرافقة البيداغوجية والصحية للتلاميذ وعن جاهزية الوزارة لهذه الشهادة. بالنسبة لأيام الامتحان، خلال أيام الامتحان قبيل الامتحان سواء في فترة الصباح أو فترة المساء، فيتم أيضا
مرافقة تلامذتنا النفسية. إذن كما تلاحظون فهذه العمليات المتكاملة هي التي تضمن إن شاء الله ونأمل إن شاء الله أن تجعل من نفسية تلامذتنا تكون معنويات مرتفعة إن شاء الله. بدورهم عبر التلاميذ عن ارتياحهم للظروف التي يجرى فيها هذا الامتحان. والبكالوريا امتحان عادي يعني ما يقلقوش رواحيهم وإن شاء الله يوفقنا ربي ويجي سهل. قبل لحظات نقول لهم ما يخافوش ما يسريسيوش إن شاء الله كل شيء عادي تربيا. احنا نديروا اللي علينا والعمل على ربي وإن شاء الله فيها خير إن شاء الله كل نجحين بإذن الله. للإشارة أن ولاية عنابة سجلت أكثر من 12 ألف مترشح لهذه الشهادة. وردنا الآن بيان من رئاسة الجمهورية هذا نصه: نظم صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية حفل تلقى أثناءه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة لدى الجزائر. وهؤلاء السفراء الجدد أقول المعتمدون هم على التوالي: سعادة سفير جمهورية بوركينا فاسو السيد أومارو سادو، سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار السيد ساهي ألفونس فوهو، سعادة سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دو ماغليهيس دو ألبيكريك، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة السيد جاكوب جيدون كينغ. وقد جرى حفل تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية الذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا لهؤلاء السفراء الجدد. ونعود إلى زيارة الوزير الأول إلى عنابة. إذن وفي زيارة عمل وتفقد قادته اليوم إلى مركب الحجار بعنابة، أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد إشارة هدم فرن قديم واستغلال المساحة المسترجعة للمنشآت العمومية للدولة. الوزير الأول ثمن جهود المركب داعيا إلى التوجه نحو الصناعات الأخرى كصناعة السيارات والصناعات التحويلية وضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والعمال والإطارات والتخلص من البيروقراطية. وخلال لقائه نقابة العمال أكد عبد العزيز جراد أن الدولة مدركة لحقوق العمال، لكن يجب أن تتماشى هذه الحقوق مع ظروف المركب. ولدى نزوله ضيفا على إذاعة عنابة الجهوية أكد الوزير الأول أن الوضعية الوبائية في الجزائر في تحسن مستمر. ومن عنابة يلتحق بنا الزميل رامي عامر. رامي، ما هو الجديد الذي حملته زيارة الوزير الأول إلى المركب؟ في الحقيقة كثير من الجديد والمستجدات كانت قد شكلت الحدث هنا في عنابة، بداية بمركب الحجار. وكما ورد في النشرة سالفا وقدمتيه زميلتي، كانت لهجة السيد الوزير الأول مباشرة، بمعنى أن صراحة قد وجه رسالة إلى جموع العمال والقائمين على المجمع، أن المجمع وبالرغم من أنه حقق 65 مليون دولار كرقم أعمال خلال العام الفارط في تصدير للسوق الدولية، بالرغم من حالات التوقف التي شهدها العام الفارط، إلا أن هذا المجمع منوط به أن يحقق أرقاما مضاعفة بشكل كبير، خصوصا وأنه يتمتع بتموقع جغرافي ومساحة هامة تعادل أكثر من 900 هكتار. الوزير الأول أكد أن النظام التسيير اليوم في مختلف المؤسسات عمومية أو خاصة يجب أن تحمل طابع جديد للمانجمنت، عوض الاتكال على الدولة للخروج من المشاكل التي تقع فيها حينما تطرأ. كذلك دعا الوزير الأول إلى إعادة استثمار المساحة التي ستنجم عن هدم الفرن العالي رقم واحد، إلى مساحات إلى خلق مساحات أو
شركات جديدة هنالك تابعة للمجمع قد تفضي إلى تنويع المنتج الذي يستخرج، خصوصا وأن المجمع عرض مخططا جديدا لإنعاش المركب تستند إلى نجاعة الطاقة، استثمار في النجاعة الطاقوية وتخفيض تكاليف الإنتاج بما يعود إلى خفض قيمة المنتج النهائي بما يحقق تنافسية في السوق العالمية. كذلك الوزير الأول حث في رسالة من عنابة إلى الاقتصاد الوطني والمستثمرين عبر الوطن إلى المضي بشكل جاد لاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر المنتج الوطني الذي سينجم عن مجمع الحجار، بحكم أنها مادة ذات نوعية رفيعة وقد ترفع من قيمة المنتجات الجزائرية التي تبنى من الحديد، خصوصا طاقة قطع الغيار الميكانيكية. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا لك زميلي عامر، كنت معنا مباشرة من عنابة. نعود إذن إلى الحدث التربوي، وبثانوية محمد شويطر بالعاصمة انطلقت امتحانات شهادة البكالوريا وسط احترام صارم للتدابير الوقائية. ملكة خليفة تفصل. رافقوهم وقرروا انتظارهم حتى نهاية الامتحان. التوتر والقلق رسم على ملامح أولياء التلاميذ الذين يجتازون اليوم الأول من هذا الامتحان المصيري. عندي الأولى اللي حتجيب الباك، هذه هي في بناتي. شو بالك تعرفي سي بوغ سا اللي بنادم راهو مقلق. راني مقلقة بزاف بزاف، يعني الملاحظ انه راهي قريب 8:30 مازالني واقفة امام الثانوية. ان شاء الله الجماعي ان شاء الله يربي وربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يكون على وتر حتى هما. قبل الالتحاق بمقاعدهم التلاميذ مجبرون على المرور بمراحل وقائية بسبب جائحة كورونا وبعض الترتيبات لتفادي الغش. وعن نفسيتهم يقولون ما كونسنتريتش بزاف، صح درت واش قدرت. واش كان عندكم روتو طويل على جال كورونا ايتو؟ ايه كومام، صح كنت جتي فاتيغي انا اسمع شويه. علاش؟ استرا شويه نورمال، سي ان اكزامون دو باسي سي تو. بيان سور نخافوا شويه. واش كنت تدير؟ ان شاء الله نجيبوها دماك. حراني واجد اليوم وان شاء الله نفرحوا والدينا. داروا كاع لي ديسبوزيتيف نيسيسير تما استقبلونا بيان والله. صحيح ان شهاده البكالوريا هذا العام جاءت استثنائيه بسبب الجائحه، لكن التلاميذ عازمون على افتكاك النجاح. ومن ثانوية دويد العربي بالبليدة يرصد لنا محمد ياسين نقاش أجواء اليوم الأول من الامتحان. أول ما يستوقفك عند دخولك لمركز الامتحان هذا إشارة توجيهية، ممرات خاصة، جهاز قياس حرارة ومعقم كحولي، هو إجراء تنظيمي للبروتوكول الصحي المعمول به في كل المراكز. ولكن رغم هذا تبقى أجواء البكالوريا خاصة من التقاء المترشحين والدردشة فيما بينهم، أهم ما يميز الساعات الأولى من شهادة البكالوريا. عندي هذا بريمي فوا راني نشوف فيهم من اللي دينا فاكونس. كنا نتلاقاو في ليكور بصح التباعد كذا ماشي مولفين حنايا. قلق وتوتر عند البعض وثقة وتركيز عند البعض الآخر من المترشحين. جور شويه كاين لا بريسيون تخاف باينه باسكو لا بروميير فوا. هي على كل حال كان شويه خوف قبل الاكزامان، ما كشغل من بعد هضره تاع الناس تقول لك باللي ما باك ما كان والو وبات ريفيزو كنت عارف روحك دير كونفيونس في روحك تقدر تجاوب. والله راني واجد الحمد لله. التعامل البسيكولوجي والنفسي هو ما يركز عليه الاساتذه المؤطرون لتخفيف الضغط على المترشحين. تعلمون ان هذا العام هو عام فيه الوباء، سنتعامل مع التلاميذ تعاملا نفسيا، تعاملا صحة التعبير اخويا، تعاملا ابويا، حتى ان شاء الله نكمل هذه الايام ان شاء الله في احسن الظروف. احنا في الولايه لدينا عدد المترشحين 18,929 تلميذ موزعين على 52 مركز، منهم مركز خاص بنزلاء يعني المؤسسه العقابيه فيه 68 مترشح،
ويأطرهم 4500 مؤطر. إذن ستكون هذه الأيام حاسمة بالنسبة للمترشحين لإكمال مسارهم الدراسي والأكاديمي، لكن قبل ذلك وجب العمل والتركيز العالي، فبالتوفيق للجميع. ومعنا من ثانوية محمد نازكات بالكرمة ببومرداس الزميلة نسيمة يعقوبي. نسيمة، كيف وجد مترشحو شهادة البكالوريا الامتحان الأول؟ إذن تتواصل امتحانات شهادة البكالوريا هنا بولاية بومرداس في أجواء كما ذكرنا سابقا محكمة بتدابير وقائية صحية. إذن يحضر معنا في هذا المباشر من الطالبات أو من التلاميذ الذين أكملوا امتحان شهادة البكالوريا في الفترة الصباحية لنسألها عن الأجواء، كيف كانت أجواء اليوم الأول أو الساعات الأولى من الامتحان في مادة الأدب العربي؟ طبعا كانت المادة في الأدب العربي في متناول الجميع، يعني اعتمدوا على الفصل الأول والثاني، ولا أجد صعوبة فيما يخص أنا، لا أجد صعوبة في اللغة العربية الإجابة عنهم، وأتمنى التوفيق لجميع التلاميذ، وإن شاء الله سيكون من حظنا عام 2020 إن شاء الله. بالمقابل أيضا يحضر معنا رئيس مركز جمعي رزوق، كيف كانت الأجواء هذا الصباح؟ يعني بالنسبة لنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لنا يعني أجواء عادية جدا رغم أن الظرف استثنائي، يعني كتلاميذ المترشحين جاءوا يعني بصورة يعني امتثلوا لها؟ لا امتثلوا يعني للكوفيد، يعني نحن يعني الإجراءات اللي قمنا بها حضرنا احتياطات، يعني الحاجة اللي فرحتنا أن التلاميذ استجبوا لهذه الإجراءات الوقائية، استجبوا لنا يعني بنسبة 100%، يعني الأمور كانت متحكمة فيها جدا. شكرا على هذه المعلومات. يبقى فقط الآن أن نتمنى حظ موفق لجميع التلاميذ. بارك الله فيك. إن شاء الله حظ موفق للجميع. شكرا لك نسيمة، كنت معنا مباشرة من بومرداس. رميسة عنوان للتحدي والمثابرة، كفيفة البصر لكن بصيرتها تصر على تحقيق النجاح وقهر العاهة. بورتري لها قامت به حنان بوريو. البصيرة أقوى من أن تفقد بصرك، فعندما تكون الإرادة الإعاقة تهون. مبدأ تجسد في التلميذة رميسة حمروشي المترشحة لامتحان شهادة البكالوريا بإكمالية العقيد علي ملاح مرفوقة بوالدها. يعني لقيت مساعدة من أصدقائي عاونوني بزاف، نشكرهم. الأهل كانوا واقفين معي بزاف، يعني كان في الظروف مناسبة، كانت شوية مع أحوال الكورونا درت جدول وكل يوم واش ندير، يعني زعما اليوم ندير عربية غدوة فيل، وكل مرة حسب الجدول تاعي، يعني اللي معنا أدب عربي إن شاء الله يكون ساهل، نتمنى باكون نوصل ونحب هذا المكان. يعني عندها فولونتي ما شاء الله، سي هما سو باس ديجا ما عندهاش حاجة واحدة أخرى، سو باس ديريكتومون على القراية تاعها، تراجع مع صحاباتها في التليفون في الانترنت. الإكمالية وفرت كل الإمكانيات المتاحة لضمان ظروف ملائمة للامتحان. هي القاعة الأصلية تاعها معزومة لتاعها الفوق، وبحكم راح لازم أستاذ اللي يقرأ لها درنا لها قاعة خاصة بها ولها نفس، ونوفر لها كل الشروط كما نوفرهم الفوق. دعم العائلات والمؤسسات التعليمية كفيل بأن يهون الصعاب على التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيمن حنفي يلتحق بنا أيضا من بشار. أيمن، كيف جرت الامتحانات في يومها الأول؟ بطبيعة الحال آسيا، وعلى غير العادة أقبل التلاميذ المترشحون لشهادة البكالوريا هنا بولاية بشار في هذا المركز يعيش بجمع الذي نحن نتواجد فيه، أقبلوا مبكرا للمرور عبر جملة من خطوات المتعلقة بالبروتوكول الصحي، إجراءات احترازية صارمة جدا ومشددة حرصا على سلامة الجميع داخل مراكز الامتحان. كما بلغ عدد المترشحين هنا بولاية بشار
زيادة من 6000 مترشح ومترشحة موزعين على 29 مركز. كل الموارد المادية والطاقات البشرية سخرت لإنجاح هذا الحدث. هذا الحدث آسيا لم ينطلق اليوم فحسب، بل سبق هذا الموعد تحضيرات مكثفة وزيارات ماراثونية من طرف السلطات المحلية لولاية بشار للوقوف على مدى جاهزية مراكز الامتحان. و أيضا جانب آخر من التحضيرات لا يقل أهمية عن سابقه، وهو تحضير التلاميذ من ناحية علمية وناحية أخرى نفسية، خاصة ولا سيما وأن هذا الامتحان يأتي في ظروف استثنائية متطلبة جهود مضاعفة في سعي محموم لتعويض الغياب الطويل عن مقاعد الدراسة، وهي ليست بالمدة القصيرة. كل هذه الجهود آسيا كان لها وقعا إيجابيا لدى التلاميذ حسب تعبيرهم بعد انتهائهم من امتحان الفترة الصباحية في مادة اللغات العربية. نعم، شكرا لك أيمن حنفي، كنت معنا مباشرة من بشار. ومن وهران مختار مذكور يوفينا بمجريات اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا. صباح الخير، أهلا بكم من جديد. ما زلنا نرصد أجواء امتحانات شهادة البكالوريا في يومها الأول، ومع امتحانات اللغة العربية بالنسبة للشعب الستة الخاصة والمدرجة لهذا اليوم في الفترة الصباحية. محية الطلبة بادية على وجوههم السرور من خلال الامتحانات البكالوريا التي كانت في المتناول بحد وصف أغلبية الطلبة الذين رصدنا انطباعاتهم، وسنرصد انطباعات طلبة آخرين. معي طالبة خرجت للتو من القسم الامتحان، واش رأيك في الامتحان تاع شهادة البكالوريا في اللغة؟ الحمد لله كان سهل. أيوة، وداروا لنا كاع اللي قريناه داروه لنا، وإن شاء الله غندو هذا ما كان. ان شاء الله بالتوفيق لك. معي طالبه اخرى، واش الشعبه تاعك؟ علوم تجريبيه. كيفاش كان امتحان اللغه العربيه؟ كان سهل بزاف زعما، وما صعبوناش في السوجي اللي قريناه داروهن. الامتحان من يعني من المقرر من الفصلين، الفصل الاول والثاني. الفصل الاول والثاني، واكدونا على الفصل الاول بزاف. ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق لك. معي طالب اخر، من اي شعبه؟ السلام عليكم، علوم تجريبيه شعبه علوم. كيفاش كان امتحان اللغه العربيه؟ كان في المتناول، خدمنا صوالح اللي قريناهم طاحوا لنا، ان شاء الله ثاني امتحانات اليوم جايين يكونوا ثاني كما العربيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق لك ولجميع الطلبه بولايه وهران وفي الجزائر ككل. على كل الامتحانات شهاده البكالوريا في يومها الاول ستتواصل لتكون الفتره المسائيه مخصصه لامتحانات العلوم الاسلاميه. يذكر فقط ان شهاده امتحان البكالوريا جرت وفق بروتوكول صحي مضبوط عن اخره، رعيت فيه جميع المقاييس الوقائيه بالدرجه الاولى، وبدون شك سيكون معيارا فاصلا وبارومتر حقيقي للدخول المدرسي المقبل الذي نتمناه أن يكون ناجحا إن شاء الله. زميلي مختار مذكور. وبالعاصمة تنضم إلينا الزميلة سهيلة دغموم. سهيلة، كيف كانت انطباعات المترشحين لشهادة البكالوريا في اليوم الأول من الامتحانات؟ وهو كذلك إذا انطلقت صباحة اليوم امتحانات شهادة البكالوريا هنا بثانوية الإدريسي بالعاصمة. حوالي 390 تلميذ أجرى امتحان شهادة البكالوريا. مدير المركز سجل غياب واحد فقط، ومنذ قليل تم تجميع الأوراق الخاصة بالأجوبة. على كل حال، مادة اللغة العربية في الأجواء أكيد في صباحة كانت أجواء من الترقب والانتظار، بعد ذلك كان هناك ارتياح ملموس لدى أغلب التلاميذ الذين أقروا أن الامتحان في متناول الجميع. وللمزيد معنا مدير مركز الامتحان الذي انتهى منذ قليل من تجميع كل أوراق الإجابة بالنسبة لشعبة اللغات الأجنبية. تفضل سيدي، كيف هي أجواء هذه الصباحة؟ أجواء الصباحة كان هناك طبعا في الفترة الصباحية شيء من كما قلت شيء من الترقب والضغط النفسي عند أبنائنا التلاميذ، أبنائنا المترشحين، لكن بعد ذلك الحمد لله لاحظنا شيء من الارتياح، وشفنا التلاميذ كانوا في قاعات الامتحان منهمكين في العمل
والموضوع. عفوا، بالنسبه للبروتوكول الصحي هل تم؟ اكيد انا لاحظت بانه تم احترامه، لكن المزيد على الاجراءات الوقائيه اللي اقرتها وزاره التربيه الوطنيه. نعم، بالنسبه للبروتوكول الصحي كنا تكلمنا عليه في الفتره الصباحيه، قلنا قمنا بتطبيق البروتوكولات الصحيه بحذافيرها، بحيث قلنا هدفنا الاسمى في هذه الدوره هي الحفاظ على صحه ابنائنا المترشحين والحفاظ على صحه الاساتذه وجميع المؤطرين. والحمد لله لم نسجل اي حاله يعني مرضيه في القياس بالمحرار او بجهاز قياس درجه الحراره، وتم الامتحان فتره صباحيه في ظروف جيده جدا، وقلنا استعملنا كل الوسائل والاساليب المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. شكرا. وقمنا باستلام الاوراق من عند التلاميذ، وان شاء الله نتمنى ان تسير الامور على هذه الوتيره في الامتحانات القادمه ان شاء الله، وبالتوفيق مجددا وثانيا لجميع ابنائنا المترشحين على المستوى الوطني ان شاء الله. ان شاء الله، وبدورنا نتمنى النجاح والتوفيق لكل التلاميذ الممتحنين عبر ربع الوطن. نعم سهيلة، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من ثانوية الإدريسي بالعاصمة. وبثانوية الشهيد سعيد بومعراف ببلدية بني حميدان بقسنطينة، امتحن المترشحون في أول يوم وسط التزام صارم بالبروتوكول الصحي وظروف تنظيمية تضمن السير الحسن للامتحانات. زكريا تهامي. في ظروف حسنة ووسط التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة البكالوريا بولاية قسنطينة، حيث وفرت السلطات الوصية كل الظروف اللازمة لضمان الجو الملائم للتلميذ وخاصة سكان مناطق الظل. 18,666 مترشح، من بينهم 6,200 مترشح حر و64 مركز إجراء، من بين مراكز الإجراء 20 مركز إجراء للمترشحين الأحرار. كما لاحظتم احترام كل البروتوكول الصحي منذ ما جاء التلميذ إلى المؤسسة إلى القسم أثناء أداء الامتحان وخروجه. خدينا على عاتق الولاية باش نوفر الإطعام لكل التلاميذ الذين يأتون من المناطق المختلفة. تفاؤل كبير وسط التلاميذ لاجتياز هذه المرحلة وارتياح للبروتوكول الصحي المتخذ. نعم، لقينا معايير السلامة متوفرة في الثانوية أمام العمال، معاملة حملة طيفة وحنينة معنا. بعد ما كنتش متوقعة خلاص بلي نلقى الباك هكا، لقيتو الحمد لله على حسب الدخلة، راني كيما حبته أنا. مام كي دخلنا في 23 أوت كانت جميع الظروف متوفرة، كانوا أساتذة معنا، المدير، الموظفين، لو بكلمة. والحمد لله كانت الوسائل متوفرة. فكل التوفيق والنجاح لجميع الممتحنين. أما بولاية سعيدة فقد عرفت هي الأخرى انطلاق امتحانة شهادة البكالوريا، ومعنا على المباشر من هناك محمد سالمي. محمد، هل أطلعتنا على أجواء اليوم الأول من الامتحانات؟ إذن مساء الأمل والتفاؤل نرصده لكم من ولاية سعيدة التي تراهن على إنجاح شهادة البكالوريا دورة 2020. ولاية سعيدة استقبلت صبيحة هذا اليوم 7,219 موزعين عبر 31 مركز امتحان. إذن بدون إطالة لنوافيكم ونقاسمكم أجواء ومدى التقيد بالإجراءات الوقائية على مستوى سير هذه العملية، يتواجد معي السيد والي ولاية سعيدة سعيد سعيود. إذن مرحبا بك سيدي، وما مدى تطبيق كامل الإجراءات الوقائية لنجاح دورة 2020؟ شكرا. بطبيعة الحال السلطات المحلية عمل بالبروتوكول التي وضعته مدير وزارة التربية الوطنية، عملنا على توفير الإمكانات المادية اللازمة والتي تتوفر أساسا في حوالي 100,000 كمامة، كذلك قمنا بتوفير 128 كاشف للمعادن وكذلك 100 كاشف لدرجة الحرارة، إضافة إلى هذا كذلك الصابون السائل وكذلك يعني أكثر من 800 قارور ذات سعة تاع 1 لتر من المعقم. إضافة إلى هذا وفرت الولاية كذلك حوالي 80,000 قارورة ماء من أجل كذلك استعمالها من طرف أبنائنا وبناتنا وكذلك القائمين على هذه العملية هذه. شكرا. إذن شكرا سيدي.
كل هذه الإمكانات وأخرى هي بمثابة الحافز النفسي لإعطاء دفع والتركيز للطلبة من أجل تحقيق نتائج مثمرة والظفر بشهادة البكالوريا. وهذا ما نتمناه جميعا زميلي محمد سلمي من سعيدة. إلى الجنوب الشرقي للبلاد، حيث يلتحق على المباشر من إليزي خالد بنجرينا. خالد، هل كانت الأسئلة في المتناول؟ نعم، شكرا لكم. إذا تنطلق أجواء الامتحانات بولاية إليزي، إذ نتواجد الآن بمركز هواري بمدين. الإجراءات كما تعلمون والامتحانات تمر في أجواء استثنائية نظرا لظروف التي ميزتها ظهور وباء كورونا وما تلا ذلك من إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء. تم أو على العموم تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتزام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية في ولاية إليزي من أجل السير الحسن لظروف والامتحانات شهادة البكالوريا. التمسنا ارتياح كبير من قبل طلبة شهادة البكالوريا لهذه الأجواء التي تم اتخاذها من أجل الوقاية من وباء كورونا. فقط للتذكير أن عدد المترشحين لشهادة البكالوريا في ولاية إليزي بلغ عددهم لهذه الدورة 2251 مترشحا موزعين على 10 مراكز، تم تأطيرهم ويؤطرهم 794 مؤطر. شكرا لك زميلي خالد بن جرينا من إليزي. كما انطلقت اليوم بولاية ورقلة امتحانات شهادة البكالوريا وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا. التفاصيل مع مصطفى هتهت. تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من كوفيد-19 والعمل على الالتزام بها تأتي في مقدمة الإمكانيات التي حرص على توفيرها عبر مراكز الامتحان من أجل سلامة وراحة التلاميذ. تم تعقيم كل الأماكن ولا كل الساحات والأروقة والوقعات الدراسة. كذلك قمنا بإجراءات المتبعة في البروتوكول باتباع مثلا يعني بدءا بدخول التلميذ يبدأ بغسل اليدين بالمعقم، بعد ذلك استعمال الجل، وتم تسليم كل تلميذ قارورة تعقيم. غير دخلنا قال لنا على المعقمات وعطاونا المعقمات وكما نقولوا غسلنا يدينا واكدوا علينا في الكمامه وهذا. وتاتي امتحانات هذه السنه بعد موسم خاص تميز بمجهود مضاعف من التلاميذ لتجاوز الظروف التي فرضتها الاوضاع الصحيه. من ناحيه التحضير الضغط هذاك نتاع الحجر ومنه اثر علينا سلبا صح، اما من ناحيه كنا قاعدين في الدار وعندنا غير فصلين حاجه مليحه زعما قاعدين في الدار ونحضروا. بكالوريا هذا العام جاتنا بجائحه كورونا هذه وفوتناها في حجر صحي وفوالا فوتناها قرينا في الدار. وبولايه ورقلة يتجاوز عدد المترشحين لشهاده البكالوريا 15700 مترشح من بينهم 7000 مترشح حر. أما بولاية أدرار فقد التحق أكثر من 9000 مترشح بمراكز الامتحانات لاجتياز شهادة البكالوريا مع توفير بروتوكول صحي صارم وتسخير وسائل طبية ومادية ضمانا لراحة التلاميذ. وهبة مسوج والتفاصيل. استعداد وعزم كبير لدى هؤلاء المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا هنا بولاية أدرار. كورونا والضغط النفسي صح عانينا بزاف، ديك شويه كنا متخوفين منها، كنا خايفين من ديك يروطولو يديروا الروطار كي شغل يوخروه. اي ساعه ان شاء الله بربي ان شاء الله يوفق ما فيه الخير ان شاء الله هذا العام ان شاء الله عامنا ان شاء الله. صح في الفصل الدوزيام وفصل الاول ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله نفرحوا الاهل تاعنا. ما لقلي الحالة صعيبة شوية كورونا وداك الشيء، ان شاء الله راح نجوزوه في احسن الظروف. إن شاء الله راح يكون الباك سهل ونفوتوه إن شاء الله. بروتوكول صحي محكم ووسائل مادية وطبية متوفرة لضمان صحة وراحة المترشحين. ولاية أدرار يعني بها 39 مركز وحوالي 9718 مترشح ومترشحة. أغتني من الفرصة هذه باش نتمنى لبناتنا وأبنائنا إن شاء الله النجاح، والحمد لله يعني نحن جد مطمئنين على احترام البروتوكول
الصحي من طرف السادة يعني إطارات على رأسهم السيد مدير التربية بالنيابة، إطارات التربية من مؤطرين وحراس ومعلمين وأساتذة، الحمد لله كاين احترام واللي نشوفوا تأطير يعني الحمد لله بشر بالله بالخير. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، فنتمنى النجاح لكل المترشحين لنيل شهادة البكالوريا. وبعين الدفلة حيث عبد الرزاق رمضان يتابع مجريات اليوم الأول من الامتحان. عبد الرزاق، كيف كانت أجواء الامتحانات؟ صباح الخير لكم ولمشاهدينا الأكارم. نعم، من ثانوية الهواري بومدين هنا ببلدية روينة بولاية عين دفلة أعطيت الانطلاقة الرسمية لاجتياز شهادة البكالوريا. كل الظروف متاحة وكل الظروف الصحية أو البروتوكول الصحي المعتمد قد تم وضعه على مستوى كل المراكز بالنسبة للثانويات التي أو المدارس أو المراكز التي سيجتاز فيها طلبة شهادة البكالوريا. لأكثر معلومات سيكون حاضر معي السيد مدير التربية لولاية عين دفلة. مرحبا بك. شكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اجعل هذا الامتحان بردا وسلاما على كل المترشحين، أبنائنا المترشحين عبر التراب الوطني. بالنسبة لعين دفلة، أولا نعطي الإحصائيات فيما يخص الامتحان شهادة البكالوريا. عدد المترشحين 10876، من بينهم 7377 مترشح متمدرس، موزعين على 32 مركز، من بين 32 فيه 10 مراكز خاصة بالأحرار، مؤطرين من طرف 3303 مؤطر من قطاع التربية وقطاع الصحة. بالنسبة للتحضيرات، طبعا كسائر كل المديريات عبر التراب الوطني وكسائر كل الولايات، التحضير مر بعدة محطات. بصفة عامة نقول كل الظروف مواتية باش إن شاء الله نخوض هذا الامتحان بدون خطأ وفي ظروف ممتازة إن شاء الله. شكرا سيادة المدير. إذن كل الظروف متاحة ومتوفرة هنا بولاية عين دفلة من أجل الراحة النفسية للطلبة والمستازين الذين نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. العودة إليكم إلى الاستوديو. نعم، وإن شاء الله كل مجتهد سينجح. كما أشرف اليوم والي طمنراس على انطلاق الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية وصحية ملائمة، وهي الإجراءات نفسها التي اعتمدت هذا العام بالمناطق الحدودية على غرار المقاطعة الإدارية عين قزام التي جرت فيها امتحانات البكالوريا لأول مرة. التفاصيل مع فاتحة أبو عرب. التحق أزيد من 5445 مترشحا لاجتياز مسابقة البكالوريا عبر 26 مركز امتحان موزعين على مستوى ولاية طمنراست وسط إجراءات صحية وتنظيمية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة التربية. عندنا كل الأجهزة كانت متوفرة، عندنا 85 جهاز كاشف الحرارة، الأقنية عندنا 50,000 ومازال عندنا كمية أخرى، قارورات الجال عندنا 2000 موجودة ومازال كمية أخرى، البدلات الطبية الواقية عندنا 1200، كل إجراءات اتخذت في هذا الشأن، ما كان أي إشكال. الدولة وفرت مراكز لهذه الامتحانات وبأخص شهادة البكالوريا، ولأول مرة تكون شهادة البكالوريا للمناطق الحدودية بالأخص عين قزام، وأيضا العام الماضي كانت لعين زواتين. كل ما اتخذ في بلدية طمنراست اتخذ بحذافره في بلديتي عين قزام وتين زواتين. الظروف الاستثنائية لبكالوريا هذا العام بالنسبة للتلاميذ كانت استثنائية بسبب وباء كورونا، لكنها لم تثني من عزيمة الطلبة في التحضير الجيد لهذا الموعد. التحضير بالنسبة للبكالوريا كان جيد في ظروف جيدة مع الحجر الصحي. جايب بنفسية عالية إن شاء الله، ونتفائلوا خير إن شاء الله مع الإجراءات هذه والحضور الإيجابي إن شاء الله لا بأس. البروتوكول كان جيد ومليح، الوقاية الصحية جيدة. كل الظروف مهيئة هنا بطمنراست لمرافقة المترشحين لاجتياز الامتحان وضمان الوقاية والسلامة من وباء كورونا.
كما انطلقت بولاية بسكرة امتحانات شهادة البكالوريا التي تجرى وفق بروتوكول صحي يضمن سلامة الممتحنين والمؤطرين. يونس الكحلديب يفصل. هنا بثانوية المجاهد محمد ضو بولاية بسكرة الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا وفق إجراءات تنظيمية صارمة لإنجاح هذا الموعد الهام. استقبلونا، عطونا لي بافيت، دارونا المعقم، دارونا تاع درجة الحرارة، قاسوها لنا، قاموا بينا يعني مليحة إجراءات تاع كورونا، مليحة وفيها شوية توتر. إجراءات ثانية في المستوى يعني ماهيش كما نقولوا إجراءات تسمى هكا أكبر، الإجراءات مليحة تسمى وقائية وكلش مريقلة يعني. بروتوكول صحي خاص يخضع له الطلبة حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا، كما تخضع الحالات المحتملة لإجراءات خاصة وعزلهم في قاعات أعدت لهم خصيصا. وقفنا على مادة تنفيذ بروتوكول الوقائي الصحي لأبنائنا المترشحين وكذلك لمؤطرين داخل المراكز، حيث تم توجيه التلاميذ بسرعة نظرا للصفحة اللي فتحناها بتاع المركز وكل المراكز ولاية بسكرة، وين وجهنا المترشحين مسبقا من بيوتهم عن طريق صفحة الفيسبوك. الحمد لله كان الدخول بتاعهم في وقت وجيز وتحكمنا في هذه العملية بفضل الإجراءات المتخذة. 16,000 مترشح موزعون عبر 57 مركز إجراء بإقليم الولاية وفق إجراءات من شأنها حماية الطالب والأستاذ معا. ويونس الكحلديب معنا من بسكرة. يونس، بسكرة كانت في الموعد اليوم من حيث التنظيم والوقاية، أليس كذلك؟ نعم، إذن مباشرة هنا من ثانوية ضوم سعود بولاية بسكرة انطلقت صباح اليوم رسميا شهادة البكالوريا. بكالوريا هذه السنة التي جاءت وفق بروتوكول صحي خاص وإجراءات تنظيمية صارمة لتفادي انتشار كوفيد 19. ولاية بسكرة التي تحصي أكثر من 16,000 مترشح موزعين عبر 57 مركز إجراء ويؤطرهم قرابة 7,000 مؤطر. إذن كل الظروف المادية جهزت ووفرت هنا بولاية بسكرة لإنجاح هذا الموعد التربوي الهام، فبالتوفيق لطلبتنا في هذا الامتحان المصيري. ولنا تفاصيل أوفى من هنا من ولاية بسكرة حول شهادة البكالوريا لهذه السنة. وبتندوف أعطى كل من والي الولاية مرفوقا بوزير التربية الصحراوي إشارة انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا عبر 5 مراكز يمتحن فيها حوالي 1400 طالب، بالإضافة إلى أزيد من 300 طالب من الجمهورية الصحراوية وسط إجراءات وقائية صارمة. وبمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبروجية بالمدية أشرف المدير العام لإدارة السجون فيصل بربالة على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا التي عرفت مشاركة أزيد من 4,600 نزيل موزعين على 44 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني. ليلى محمد محتوت والتفاصيل. قرابة 12,000 نزيل موزعين على 37 مركزا اجتازوا اليوم الأول من شهادة البكالوريا. أجواء جد رائعة، وفرنا قال إمكانيات الوسائل وإن شاء الله ربي يوفقنا. هذه راهي أمنية تاعي وكنت برا نقرا وما تحصلتش عليها، وإن شاء الله خطرة هذه نديروا بها حاجة إن شاء الله. ولأن شهادة البكالوريا تزامنت هذه السنة والظروف الصحية الاستثنائية، إجراءات وقائية تم اتخاذها لتفادي تفشي الوباء. قمنا على مستوى المؤسسة العقابية بتطبيق كل التدابير وكل البروتوكول الصحي الذي تم إقراره من طرف وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التربية الوطنية، وكما شاهدتم معنا على مستوى قاعات الامتحانات أن هذا البروتوكول تم تنفيذه، إذ أن كل المساجين يرتدون كمامات وهناك تباعد بين المساجين، وهذا التطبيق ينم على إرادتنا في المحافظة على صحة
صحة السجناء وكذا صحة الأساتذة المؤطرين لهذه الامتحانات. فحظ موفق لجميع نزلاء المترشحين. التمست النيابة العامة 12 سنة حبسا نافذا من 1,000,000 دينار غرامة مالية ضد جمال ولد عباس وعشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة ضد سعيد بركات مع مصادرة كل العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين. ويتابع الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات بتهم متعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به، كما التمست النيابة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1,000,000 دينار ضد رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة شريف الذي كان يشغل أيضا منصب مديرية الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن المتابع في القضية نفسها بتهمة تبديد أموال عمومية. وفي القضية ذاتها تم التماس 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلاد بوشناق. يترقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أمطارا رعدية معتبرة بولايتي جيجل وسكيكدا تتراوح بين 30 إلى 40 ملم وقد تبلغ أو تتجاوز محليا 60 ملم حسب النشرية المصنفة في مستوى يقظة برتقالي. كما تشمل هذه الأمطار ولايات عنابة الطارف سوق أهراس ميلا قسنطينة بكميات تتراوح من 20 إلى 30 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 40 ملم على مستوى الولايات الساحلية. ونختم نشرتنا بشيء من الإبداع الفني. حميد سباع فنان تشكيلي ونحات مختص في معارض لفئة المكفوفين أنجز لوحات بقواعد اللمس حتى يتمكن المكفوف من قراءة اللوحة. روبورتاج من توقيع ناصر كحلي. مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب التشكيلية أنجزها الكاتب والفنان حميد سباع لفئة المكفوفين. ألفت كتاب حول هذا الأمر بقواعد وترجمته إلى كتابة البراي حتى يتمكن المكفوف من قراءته، وإن شاء الله مستقبلا ممكن أن تعتمد الفكرة وتصبح أكاديمية ويدرس المكفوف إن شاء الله. يقرأ عن طريق حاسة اللمس بقواعد، مثلا يعرف القواعد الأبعاد، البعد، البعيد جدا والقريب والقريب جدا. لوحات تحمل التشكيل التحسسي والتكوين البارز عبر حاسة اللمس. يعني المكفوفين مارسوا كل جميع المجالات ما عدا الفن التشكيلي الذي هو أصبح حكرا على الموسيرين، ومستقبلا إن شاء الله سيكون المكفوف له أيضا الحق في زيارة المعارض وممارسة الفن التشكيلي وعلى وجه الخصوص اللوحة في حد ذاتها. تطبيق تقنية البراي على الفن التشكيلي تساهم في استخراج مكنونات المكفوف للتعبير عن ذاته ودواخله. ها نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول السابقة لدى الجزائر. أزيد من 637,000 مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن وسط إجراءات تنظيمية وصحية استثنائية. والوزير الأول يعطي إشارة الانطلاق من عنابة ويؤكد أن الدولة وفرت كل الشروط لإنجاح الامتحانات. الوزير الأول يثمن جهود عمال مركبي الحجار بعنابة ويؤكد ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية والإطارات، ويدعو إلى التوجه نحو صناعة السيارات والصناعات التحويلية خلال زيارته إلى المركب. وفي المشهد الثقافي الفن والتشكيلي وعالم المكفوفين وجه آخر للإبداع الفني المتميز. نهاية النشرة. تحياتي تحيات الفريق العامل معي، ألقاكم في الثالثة في أمان الله.